مأكولات المطاعم اللي بنحبها دايما ناخد ولادنا ونروح نطلب ايه؟ بيكاتا. في بيكاتا باللحمه وفي بيكاتا بالفراخ. النهارده هعمل لكم وصفه بيكاتا بالفراخ بالمشروم، طريقه سهله جدا وحلوه قوي زي المطاعم واكيد احلى. تعالوا شوفوها. يلا، اول حاجه صدور فراخ فيليه هنعفرها كده في الدقيق، اديها كوت كده طبقه وش وضهر مش اكتر زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هحط مكعبين زبده بس يسيحوا، هنديها الفراخ لون بس. هنحط الفراخ ننفضها كويس واحنا بنحطها، نديها لون كده، نعمل فراخ كده ونقلبها الناحية التانية. هنحط عليها بقى ملح وفلفل عادي، الملح رشة ملح حلوة على كل واحدة كده، وكمان فلفل اسود. هنطلع الفراخ بقى نخليها على جنب، بعد كده هتكمل سواها بالصوص اللي احنا هنعمله. هنحط دلوقتي مطرح الفراخ مكعبين زبده، انا بحب الزبده قوي، بس تسيح. هننزل عليها فص ثوم وبعد كده المشروم، فص ثوم، هننزل المشروم متقطع سلايسز كده، رشه ملح ورشه فلفل اسود، ونقلب. هننزل عليها الشوربه دلوقتي. هنحط دلوقتي عليها عصير ليمون، والليمون بيخليها طعمها حلو قوي. يغلوا مع بعض غلوه وبعد كده نحط الكريمه. دلوقتي هنرجع فيها الفراخ. الفراخ اللي عم عملنا لها كوت بالدقيق هو ده اللي هيتقل الصوص، مش محتاجين ان احنا نتقله باي حاجه تانية خالص. هنسيب بقى الفراخ بقى فيها تستوي، يعني مش هتاخد وقت كتير، يعني تقريبا 10 دقايق. خلص معانا طبق من اطباق المطاعم، البيكاتا بالمشروم بالفراخ. ندوق بقى طبعا الكلام اللي يتعاكس ده، سخنة طبعا جدا، اتلسة اكيد. ممكن نقعد نخلصها مع بعضينا، تحفه بجد. الصوص مظبوط ظابطه زي بتاع المطاعم واحلى. لازم تجربوا الوصفه، مستنيه رايكم في الكومنتس. باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.